روحاني جولته من هوية، يعني ليست جزء يعني من يعني من منطقة اليورو، من يعني تلك المنظومة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي. نعم أحسنت، سويسرا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي ولا في منطقة اليورو، لكن لسويسرا ميزات كثيرة بالنسبة لإيران. أولها ذكرتها في تقريركم، وهي أن سويسرا هي التي ترعى المصالح الأمريكية في سفارتها في طهران، يعني هي وسيط قار وثابت بين واشنطن وطهران. تمام. اثنين، أغلب المفاوضات وأغلب جولات المفاوضات حول النووي الإيراني تمت في الواقع في جنيف، رغم اتفاق يعني تم توقيعه في فيينا، لكن جنيف استوعبت الكثير والكثير والكثير من الاجتماعات لمدة أكثر من 10 سنوات. فثم جنيف هي تحتوي على المركز الثاني للأمم المتحدة بعد نيويورك. ثم في جنيف جميع تقريبا وكثير من المنظمات الدولية، من نظام التجارة العالمية، من نظام الصحة العالمية. يعني هل برأيك يمكن أن تكون أستاذ صيداوي، هل يمكن أن تكون سويسرا قد رتبت لقاء ما بين الرئيس روحاني أو أحد أعضاء إدارته مع طرف ربما أمريكي، باعتبارها يمكن أن تلعب دور هذه الوساطة في يعني في الوصول إلى تفاهم ما حول هذا الاتفاق؟ أعتقد من الممكن ذلك وارد، لأن سويسرا تعلن دائما حيادها وتسعى دائما تقوم بالمساعي الحميدة وترتب نوع من الزيارات السرية. من الممكن أن يحدث ذلك بما أنها الوسيط القار كما قلت بين واشنطن وطهران، ثم إمكانية، لكن لا أجزم طبعا بحدوثها، ربما سنعرف ذلك لاحقا. تمام. أستاذ حميد، يعني يبدو يعني في الوقت الذي يحاول فيه الرئيس روحاني البحث عن تثبيت تلك الضمانات الأوروبية التي كثر الحديث عنها، أيضا يزداد الضغط الأمريكي ليس فقط على إيران، يعني بتحضير العقوبات والإعلان عن موعد انطلاقها، إنما أيضا ضغط على الشركات الأوروبية بأنها ستعاقب فيما لو تعاملت مع الشركات الإيرانية هنا.